نكمل محاضرتنا طلاب. مثل ما ذكرنا أنه من ضمن الـ content of the popliteal fossa هو الـ popliteal artery. الـ popliteal artery هو الـ deepest one، هو continuation of the femoral artery، من يدخل إلى، لاحظوا هو يمشي بالأدكتر كانال الفيمورال ويدخل من الأدكتر هياتس أو الفورامين ماجنوم والفورامين من الأدكتر هياتس الأدكتر فورامين ويخرج إلى البوستيريور إلى البوبليتيا الفوسة، يستمر هون بالبوبليتيا الفوسة زين وينتهي باللور بوردر اوف ذا بوبليتياس مسل، ينقسم الى الانتيرير وبوستيرير تيبيال ارتري اللي راح يزودون الليج. فهذا الكورس مالته ينزل فيرتيكلي، يمشي فيرتيكلي على الكبسول، يعني راح يكون ملامس للني جوينت او الكبسول اوف ذا ني جوينت. فاذا تكلمنا عن الكورس نلاحظ اننا فاذا عرفنا انه البيجينينج مالته انه هو كونتينيويشن للفيمورال ارتري، والاند مالته هو بالنهايه البوبليتياس مسل او اللور بوردر اوف ذا بوبليتيال مسل. الكورس مالته البوبليتيال ارتري انتر ذا بوبليتيال فوسا ات ات از ابر انجل ورن فيرتيكلي، تلاحظون فيرتيكلي ديب تو ذا فين او نيرف. خلال الكورس مالته راح ينطي برانش لكل الستركتشر، راح ينطي مسكولار برانش للجزء اللور بارت من الهامسترينج مسل اللي قريبه من البوبليتيا الفوسا، راح ينطيها لللور بارت مال البايسبس والسيميمبرونوسس يعني اللور بارت مال الهامسترينج مسل، وينطي ارتيكولار برانش. هوني راح ينطي 5 articular branch. اتفقنا بالمحاضرة السابقة انه الarticular branch هوني راح نسميهم genicular branch، يعني genicular يعني معناته راح تروح للمفصل. فراح ينطي 5 genicular branch اللي هما 3 من جهة الميديال واثنين من جهة اللاترال. اللي من جهة الميديال راح يكون superior medial جينيكولار وانفيريور ميديال جينيكولار والميدل جينيكولار، يعني واحد سوبيريور واحد انفيريور واحد ميدل وكلهم ميديال جينيكولار. من جهة اللاترال راح ينطيني سوبيريور لاترال جينيكولار وانفيريور لاترال جينيكولار. طبعا هذولي كلهم يعملون انستموسيس حول الني جوينت، قسم يعمل انستموسيس اللي خاصة هو الميديال جينيكولار يعمل انستموسيس مع الديسندينج برانج اللي هو من اللاترال سيركونفليكس ارتري، فيعملون انستموسيس حول الني جوينت مع البرانج البقية البرانج اوف ذا فيمورال ارتري. البوبليتيال فين بعكس الارتري، هو ميرور للارتري ويمشي بعكس الاتجاه ويستلم نفس التريبيوتري اللي ينطيها الارتري. الفورميشن مالته لاحظوا فراح يتكون هو قلنا هو بالعكس، فاذا هو التكوين مالته راح يكون باللور بوردر اوف ذا بوبليتياس مسل. هذه البوبليتياس مسل باللور بوردر راح يتكون من اتحاد الانتيرير، هذا الانتيرير والبوستيرير تيبيال فين، هذول اللي بالعمق يكونون زين، فراح يتكون البوبليتيال فين وراح يستلم سمول برانج اللي هو سوبرفيشال برانج اللي هو سوبرفيشال سافينس فين، يصبينه منطقة الالتقاء مال او منطقة اليونيون اوف الانتيرور بوستيرير تيبيال فين، يمتد يمشي بين النيرف والارتري زين و ascending upward، تشوفون الى الابر انجل اوف ذا popliteal fossa وراح يغادر الفوسا باي باسنج ثرو ذا adductor hiatus و and continue as the femoral vein، وياخذ الكورس مالته بالانتيرير بارت اوف ذا ثاي، يستلم نفس التريبيوتري مال الارتري. اثر ايش ينطي برانجات اكون شبيهه لها كفين فتصب بالفيمورال او بالبوبليتيال فين. التيبيال نيرف احنا ذكرنا انه البوبليتيال ارتري من يدخل او باللور قبل ما يدخل
أو من يدخل مباشرة بالبوبليتيا الفوسا راح ينقسم إلى تو برانش أو تو ديريفيتيف اللي هو التيبيال والكومن بيرونيال، وطبعا هذول نعتبرهم من ضمن الكونتنت اوف ذا بوبليتيا الفوسا. ناخذ التيبيال مساره بالبوبليتيا الفوسا، وتلاحظون ايضا ديسنت، فاذا الاوريجن مالته هو لارجست اوف تو تيرمينال برانش اوف شياتيك نيرف، هو اللارجست وان. الكومن بيرونيال يكون اصغر. الكورس مالته يدخل البوبليتيا الفوسا وديسنت فيرتيكلي، ويكون مص سوبرفيشال وان، يعني النيرف اكثر واحد سوبرفيشال بالفوسا، lying first posterior to vein وto artery. زين، ويدخل تحت تنتهي طبعا البوبليتيا الفوسا، راح يدخل الى الليج ديب تو جاستروكنيميوس والسوليوس مصل، حتى يزود بعدين راح ناخذ الكورس ماله بالليج. البرانجات اللي تهمنا بالنسبه لل اللي ينطيها بالبوبليتيا الفوسا، ينطي كوتينيوس برانش، وينطي مسكولار، وينطي ارتيكولار برانش. الكوتينيوس برانش اللي ينطينه نسمينه سورال نيرف، هذا السورال نيرف تلاحظون راح يخترق الفيشيا ويمتد مع السمول سافينوس فين، ويمشي بين التو هيد اوف ذا يمشي بين التو هيد مال الجاستروكنيميوس مصل. بالأبر بارت أوف ذا ليج ما يزود شيء، باللور بارت يخترق الفيشيا ويزود اللور بارت، اللور بوسيريور بارت أوف ذا ليج. فإذا هون عندنا السورال نيرف هو كوتينيوس، يخرج من التيبيال نيرف ويمشي بين التو هيد أوف ذا جاسترونيميوس إن أكومباني ويز ذا سمول سافينوس، وباللور بارت يخترق الفيشيا ويزود ينطي كوتينيوس للور بوستيريور بارت اوف ذا ليج، وطبعا يستمر الى الفوت الى اللاترال سايد اوف ذا ليتل تو. ايضا ينطينا ماسكولار برانش، ينطي ماسكولار برانش للجاستروكنيميوس مصل اللي تشترك بتكوين البوبليتيا الفوسا، وينطي ايضا للبوبليتياس مصل، وينطي للبلانتاريس اللي هي ايضا الجزء العلوي من البلانتاريس اللي هي واحدة من المصل اللي موجودة بالليج راح نتكلم عنها. فاذا ينطي مسكولار برانش للمصل القريبة منه، وينطي ارتيكولار برانش للني جوينت. الارتيكولار برانش راح تكون 3 ارتيكولار برانش اللي هي تشبه الارتيكولار اوف ذا ارتري، يعني سوبيريور، سوبيروميديال، وانفيروميديال، وميدل جينيكولار برانش تو ذا ني جوينت، واللي هي ترافق البرانش مال البوبليتيال ارتري. الكومن بيرونيال مثل ما تلاحظون هو ايضا هو السمولست تيرمينال برانش اوف ذا شياتيك نيرف، بس لاترالي يكون طبعا يمشي مع البايسبس مصل، ويغادر البوبليتيال فوسا ويلف مع التندون of the biceps muscle، يلف حول ال head of the fibula ويدخل إلى lateral compartment، راح ينقسم إلى superficial و deep branch راح نتناولها بعدين. فإذا عدنا تلاحظون المسار مالته، يأخذ المسار lateral ويمشي in descent with the biceps مع التندون مال biceps muscle. البرانج اللي ينطيها بالبوبليتيا الفوسا هي سوبرفيشال كوتينيوس برانج اللي تزود الأبر أو البروكسيمال تو ثيرد أوف بوستيرو لاترال بارت أوف ذا ليج، يعني هذا الكوتينيوس راح يزود لي إيه هذه المنطقة اللي هي الأبر أو البروكسيمال تو ثيرد أوف ذا بوستيرو لاترال، بوستيرو لاترال بارت أوف ذا ثاي. زين of the leg، العفو of the leg، بالليج هون ما ينطي للثاي، هو راح ينزل للليج. وينطي ايضا muscular للشورت هيد of the biceps muscle، وينطي articular اللي هو two branch او three branch، واحد راح يكون recurrent genicular، يخرج من ال common peroneal nerve
نحن ذكرنا أنه الكمان بيرونيال راح ينزل مع التندون وإيهوني راح ينقسم إلى سوبرفيشال وديب. بهذه الفترة أو بهذه الجهة من ينقسم إلى سوبرفيشال وديب راح ينطي الريكارنت جينيكولار، نسمينه ريكارنت لأنه راح يرجع رجوع إلى الني جوينت، فنسمينه ريكارنت جينيكولار برانج. وأيضا راح ينطي تو برانج اللي هو السوبيرولاترال وانفيرولاترال جينيكولار برانج. زين، هذه بالنسبة للني جوينت. شكرا جزيلا.